بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف خلق الله سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. عليه الصلاة والسلام. ناس كتير جدا بتعاني أثناء إجراء المكالمة، بتقول الطرف التاني ما بيسمعنيش أو الصوت ضعيف، ودوت بسبب المشكلة اللي ظهر أمامنا دلوقتي إن المايك دوت مسدود، المايك بتاع المكالمات مسدود. المايك دوت اللي هو انا حط عليه الابره دلوقتي دوت اللي هو الفتحه الصغيره ديت اللي جنب الشحن دوت المايك، وزي ما انتم شايفين مسدود جدا من الاتربه. والاتربه طبعا بتبقى التليفون انت بتحطه في جيبك او في الشنطه، او بتحطه مثلا تمسكه ايدك مبلوله فبيبقى مليان ميه. بنجيب دبوس طبعا اللي هو بتاع البنات بتاع الطرحه دوت، موجود في اي بيت، اي بيت طبعا فيه الدبوس دوت. تجيب دبوس ومن على حرف المايك، ما تدخلش الدبوس جوه، بسن الدبوس، بسن الدبوس الامامي تبدا تشيل الاتربه ديت. اوعى تدخل الدبوس في فتحه المايك للاخر عشان ما تسببش اي اضرار. من على الحرف جدا كده ان انت تبدا ان انت تفتت اللي هي اتربه التراب المتماسكه ديت. ذرات التراب المتماسكه ديت لما بتتمسك مع بعض بتبدا تعمل زي طينه كبيره، فاحنا بنبدا نفتتها بالراحه ونشيلها بالدبوس بالراحه. وزي ما احنا شايفين بردك السماعه الخارجيه فيها سدد، فاحنا بننظفها بردك معانا مع بعض. احنا دلوقتي عملناها فرشه اسنان قديمه، وبنجيب المكنسه وبنبدا نشفط الاتربه ديت زي ما انتم شايفين. زي ما انتم شايفين كده بنبدا نعمل بفرشه اسنان، وفي نفس الوقت معانا مكنسه كهربائيه، وبنبدا نشفط التراب اللي احنا فككناه بفرشه الاسنان بحيث ان التراب دوت ما يخشش جوه. بنبدا نعمل العمليه ديت ونكررها لحد ما السماعه تنضف معانا. احنا دلوقتي بنشفط بالمكنسه الكهربائيه، لكن زي ما احنا شايفين لسه في اتربه. بنبدا بردك نركز الشفط على السماعه، لكن الاتربه لسه متماسكه، فبنجيب دبوس وبنبدا بردك بحرف الدبوس، نبدا على حرف الفتحات او بدايه الفتحات ديت، نبدا نلف حرف الدبوس يمين وشمال ونطلع الاتربه ديت. بسيط جدا، واديني بنبه، اديني بنبه، بنبه كمان اوعى تدخل الدبوس جوه اي فتحه من دول للاخر عشان هتسبب تلف للقطعه ديت. بحرف الدبوس، بحرف الدبوس، يعني مثلا ما يقرب من ملي او 2 ملي، ما تدخلش اكتر من كده زي ما انا بعمل في الفيديو كده. بحرف الدبوس تبدا تفكك الاتربه المتماسكه، وزي ما انتم شايفين انا عامل زوم كمان بالفيديو وانا بنظف، لكن الاتربه ديت اصغر من كده. تبدا تنظف الاتربه ديت، وزي ما انتم شايفين كمان السوكت بتاع الشحن لو في اي مشكله بردك تبدا تعمله معاك بفرشه الاسنان القديمه علشان بردك تحل مشكله بطء الشحن ديت. بالطريقه ديت انت تقدر تحل مشكله ان انت بتكلم حد في التليفون لكن هو مش سامعك، وده بسبب ان المايك مسدود، ده بسبب ان المايك مسدود. ومعانا بالمره صلحنا السماعه الخارجيه، وعملنا بردك السوكت بتاع الشحن بفرشه الاسنان، وشفطناه بالمكنسه الكهربائيه علشان نزيل السدد الموجود، والطرف الاخر يقدر يسمعنا كويس، وفي نفس الوقت الصوت يطلع جيد. شايفين بصوا السدد سادد المايك خالص، زي ما انتم شايفين المايك مسدود تماما. نبدا نسحبه بالمكنسه الكهربائيه ونشوف بعد التنظيف هيبقى عامل ازاي. بصوا شايفين طبعا هو كده يعني 10 على 10، انا مقرب كمان بالكاميرا اللي انا بصور بيها. وننظف بردك بقى بقيه الحاجات بتاعت التليفون، وشرحنا في دروس سابقه ازاي تحل المشكله بتاعت سنسور المكالمات والتليفون لو وقع في الميه. واحنا بنعمل كده بقى ايه يعني مسحه سريعه او تنظيف سريع لبقيه الاجزاء المفتوحه في التليفون. بالطريقه ديت تقدر ان شاء الله تحل المشكله بتاعت ان انت بتكلم حد وهو مش سامعك، وان الصوت مكتوم لما بتيجي تشغل السماعه الخارجيه، وكمان بتحل المشكله بتاعت الشحن بطيء. هتعملها بردك فرشة الاسنان وتبدأ تشفط بالمكنسة. يا رب تستفاد من الدرس، وكل عام وانتم بخير. لو استفدت بالدرس ما تنساش تشترك في القناة وتفعل الجرس حتى يصلك كل منشورتنا الجديدة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.